كابتن اسلام، مبروك على مصر. اول حاجه التنظيم، تنظيم رائع انك تنظم بطوله كاس امم تحت 23 سنه بهذا الشكل وبالحضور الجماهيري، افتتاح رائع وختام رائع. ده حاجه تحسب لمصر. كمان زي ما كنا بنتكلم وبنقول، نجاح البطوله هو وصول منتخب مصر للمباراه النهائيه. انت النهارده ربنا بيكرمنا بنتوج كمان بالبطوله، وحقنا كمان يعني الوصول للاولمبياد. زي ما بيقولوا العيال كبرت النهارده، يعني مجموعه من الشباب يعني بتفرح كل المصريين. يعني لو عملنا المقارنه بين المنتخب الصغيرين والمنتخب الاول، فالنهارده يعني الصغيرين بعيدا عن المنتخب الاول قدروا يعملوا اللي ما قدرش المنتخب الكبير يعمله. النهارده يعني اثبتوا فعلا انهم رجاله في الملعب، الروح كانت عاليه جدا، وده اللي ميز المنتخب. بالرغم ان ممكن في مباريات الفنيات فيها قليله، لكن دايما الروح عمرها ما غابت في اي دقيقه في المباريات. حتى لو انت متاخر في مباراه كان عندك العزيمه والروح انك ترجع وتكسب. قدمت كره حلوه. لا، منتخب مصر النهارده انت بتتكلم عن خمس منتخبات قويه في القاره، مالي وغانا والكاميرون وجنوب افريقيا وكوت ديفوار، انت بتكسب جميع المباريات. فدي حاجه طبعا هتتسطر في التاريخ زي ما انت بتقول. النهارده ده حاجه هتتكتب في التاريخ ان منتخب مصر تحت 23 سنه بيكسب كمان البطوله اللي ما حدش من المنتخبات العربيه قدر يكسبها. الف مبروك يا كابتن بلال. مبروك.